تمرين معاك يا كابتن فاروق، كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. كابتن احمد ايوب طبعا المدرب العام لفريق النادي الاهلي، مبارك لك النهارده يا كابتن احمد. على ما اعتقد كنتوا يعني حاطين حسابكم ان في صعوبه للمباراه، النتائج الاسيوطي وقياده فنيه لكابتن علي ماهر. شايف المباراه النهارده ازاي، اجواءها وظروف المباراه النهارده ازاي كابتن؟ في البدايه بقول الحمد لله، يعني مباراه مهمه بتلعب فريق السنه دي مع الكابتن علي ماهر عامل شغل ممتاز في الدوري، عامل نتائج ايجابيه مع فرق كتيره جدا في الدوري، ليه شكل في النواحي الهجوميه والنواحي الدفاعيه، فالحمد لله احترمنا الفرقه بشكل كويس. انت في النهايه بتكسب وده الاهم، الثلاث نقط دلوقتي من عمر المسابقه مهمين جدا بالنسبه لك، بتوسع الفارق، بتحافظ على الصداره، ثقه بالنسبه لك، 11 فوز على التوالي في مسابقه الدوري، ريكورد ممتاز طبعا. يعني رغم الاجهاد والمباريات المتتاليه والكلام اللي دايما بيقولوا بعد كل مباراه، فبنشكر اللعيبه اللي تحملوا المسؤوليه وان هم برضو يكسبوا في ظل الاجواء دي كلها، فانا طبعا بنشكرهم وفي النهايه بنقول الحمد لله. يعني ثلاث نقط في مباراه صعبه الحمد لله. يعني بجانب ان في طبعا حاجات ايجابيه النهارده، لكن يمكن الامور السلبيه هنا اصابه عبد الله السعيد، واحد من نجوم النادي الاهلي، النهارده شفنا احتكاكات كبيره. عبد الله، هل قائمه الحاله مبدئيا كده كابتن احمد ولا لسه الامور ما وفتوش عليه؟ طبعا يمكن افتقدنا عبد الله النهارده، يمكن هو اشتكى من الخلفيه، بس انا يعني لسه ما خرجش ملعب بعد المباراه، هدخل دلوقتي اطمن عليه واشوف الدكتور، وممكن يكون في اشاعه تحدد يعني مدى الاصابه، ان شاء الله تكون خفيفه، يعني ما عبد الله ما يضطرش انه يغيب عن الملاعب فتره طويله، ان شاء الله تكون حاجه بسيطه ان شاء الله. يمكن التركيز اللي انتم بتركزوا عليه كابتن احمد ان الهدف القريب هي الثلاث نقاط والهدف البعيد هي البطوله، ازاي بتقدروا تشتغلوا على اللعيبه؟ انا عارف اللعيبه طبعا على قدر المسؤوليه، لكن دي محتاجه مجهود كبير منكم كده جهاز فني. طبعا هو الهدف الاولاني هو بيوصلك للهدف الثاني، يعني انت ما يعني عندك هدف بيوصلك لهدف ابعد، فالهدف الاولاني لما تشتغل عليه وتكسب فهو ده اللي بيوديك للهدف الثاني. ما ينفعش افكر في البطوله من غير ما افكر في مباراه تكسبها. الحمد لله بنتعامل على كل مباراه على حده، بنركز في الخطوات اللي تحت رجلينا، وبعد كده ربنا يسهل بقى ان شاء الله. يعني ان شاء الله يعني كلنا ثقه ان نحسم بطوله الدوري السنه دي ونفرح جماهيرنا، وان شاء الله عندنا الكاس كمان وعندنا بطوله افريقيا نقدر نشتغل فيهم بشكل كويس ونحقق بطولات للنادي وللجماهير ان شاء الله. اخيرا كابتن احمد، مباراه النصر وهل نستعيد ان شاء الله سواء علي او سعد سمير؟ انا عارف ان هم جاهزين لكن ما دخلوش النهارده بجانب ان هم عودتهم للاصابه، هيشاركوا معانا المباراه اللي جايه ان شاء الله. يعني علي وسعد يمكن بعد مباراه المقاولين اشتغلوا مع الفرقه بشكل كويس، ووارد يكون موجودين المباراه الجايه ان شاء الله. توفيق يا كابتن. شكرا. كل الشكر تقدير من جديد لكابتن احمد ايوب المدرب العام للفريق النادي الاهلي. زي ما بنقول النهارده كانت مباراه صعبه نظرا طبعا للنتائج المميزه، لكابتن علي ماهر بيحاول ان هو طبعا يقرا الخصم بشكل جيد. النهارده بنهني النادي الاهلي على فوزه، يمكن النتيجه طبعا النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي متعود على عدد كبير من الاهداف، لكن ظروف المباراه النهارده حتمت طبعا على الجهاز الفني اللاعبين ان تكون المباراه 1-0 لفريق النادي الاهلي. مستمرين معاكم كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، ولقاءات خاصه هنا من استاد برج العرب.